وخلال الجولة التفقدية للمحجر الصحي في منتزه الخيران، أكد وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح على أن الوزارة قامت باتخاذ إجراءات استباقية واحترازية تزيد عن تلك التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا. كما أشار الوزير الصباح إلى الإعداد لمحجر رابع لاستقبال المواطنين العائدين من العراق. المحجر هذا طبعا المحجر الثالث بعد محجر جابر ومحجر الكوت، والآن هذا محجر الخيران، وهناك محجر جون أيضا يتم الإعداد لاستقبال المسافرين القادمين إن شاء الله من الجمهورية العراقية. الوضع يمشي بما هو يعني متوقع وما هو يعني معدلة، الحمد لله الأمور كلها مستتبة، وأيضا المرضى اللي موجودين في المستشفى يعني إن شاء الله حالاتهم كلها بسيطة، وكثير منهم لا تظهر عليه أي أعراض مرضية إلى الآن، ولكن فحوصات تثبت وجود العدوى، وإن شاء الله نتوقع إن شاء الله بالأسبوع القادم يعني تبدأ عليهم أظهار يعني مظاهر التعافي والشفاء، وإن شاء الله نعطيكم أخبار زينة وقت ما تكون متوفرة.